لازم نقول انه ظروف اللي مر بها البلد بداية هذا العام ونهاية العام الماضي وبداية هذا العام، استقالة الحكومة السابقة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال للشهر الخامس يلا استلمت هذه الحكومة مهامها، هذا كان سبب في تأخير إقرار الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب. هذا لا يعني أن الحكومة كانت تتصرف بغياب سند قانوني في سواء الوزارات أو غيرها بموضوع الصرف وغيره، اعتماداً على قانون الموازنة السابق وقانون وربطاً بقانون الإدارة المالية كانت الحكومة وفق القانون، الوزارات وفق القانون تتصرف بما يسمى 1/12 اعتماداً على الموازنة السابقة. لا يجوز لأي وزارة خلال الفترة الماضية أن تتجاوز ما صرف لهذا الشهر من العام السابق، بمعنى أنه شهر الثامن من العام 2020 لا يمكن لأي وزارة أن تصرف أكثر مما صرف أو خصص لها في الشهر الثامن من العام 2019. رغم ذلك والتزاما واحتراما لقرار مجلس النواب والتزام الحكومة بهذا القرار بإرسال موازنة خاصة لعام 2020، مجلس الوزراء خصص جلسة طارئة في بداية الأسبوع المقبل لإقرار هذه الموازنة. توجيه مهم آخر وجه به السيد رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية إلى شخص الوزير بالتحقيق بحوادث التجاوز والاعتداء على القوات الأمنية بواسطة آلات جارحة، سواء فيما حصل في قرب وزارة الكهرباء أو بعض الأماكن، وسيفتح تحقيق في هذا الموضوع مع تأكيد الحكومة على أمرين مهمين. الأول هو التزامها بحماية حق التظاهر السلمي ودعم هذا الحق وحماية المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم والسعي إلى تحقيقه. الأمر الثاني هو التعامل بحزم مع كل من يسيء أو يتجاوز أو يعتدي على القوات الأمنية المكلفة بحمايته. أكو عندنا توجيه آخر لسيد رئيس الوزراء خلال الجلسة، ترد إلى سيد رئيس الوزراء طلبات بتعيين كوادر متقدمة في الوزارات من بعض الوزراء، وهنا أكد السيد رئيس الوزراء ووجه بأن تكون معايير اختيار هذه القيادات سواء مدراء عامين أو مفاصل أخرى في الوزارات المتقدمة، أكد على معايير ثلاث مهمة. الأولى هي الكفاءة والنزاهة، لا شيء يتقدم على الكفاءة والنزاهة على ألا تتعدى على المعيار الثاني وهو التوازن الوطني وهو معيار دستوري. أما المعيار الثالث اللي يجب أن يتحلى به تتحلى به الكوادر المتقدمة في الوزارات هو روح القيادة. السيد رئيس الوزراء وجه الوزراء أنه من يقترحون أسماء يرشحون مدراء عامين أن يلتزموا بهذه المعايير الثلاث حسب الترتيب. توجيه آخر للسيد رئيس الوزراء فيما يخص وزارة الكهرباء وتحديد الموضوع الجباية، هناك مشروع للجباية يعتمد على التكنولوجيا الحديثة على السمارت كارد وسيبدأ تنفيذه قريبا. السيد رئيس مجلس الوزراء وجه وزير الكهرباء ووزير الاتصالات وأحد مستشاريه لإعداد جدول زمني وخارطة طريق واضحة للبدء بتنفيذ هذا المشروع. هناك مشروع آخر وهو مشروع الحكومة الإلكترونية. بعض الوزارات قد يصل عددها إلى 12 وزارة قد أكملت نوعا ما خطواتها لإكمال هذا المشروع. رئيس مجلس الوزراء وجه اليوم
بمتابعة هذا الموضوع ومتابعة الوزارات المتلكئة، وعلى أن يوضع أمامه خلال الجلسة القادمة تقرير مفصل عن الوزارات المتلكئة اللي حثها على استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية في أسرع وقت ممكن. قرار مهم اليوم اتخذه مجلس الوزراء فيما يخص أصحاب الشهادات العليا. تعرفون عددهم، تأثيرهم، حقهم، شباب وشابات تعبوا، عوائلهم تعبت عليهم حتى يقدرون يوصلون للحصول على هذه الشهادات العليا، وملاحظين ومتابعين نقول خروجهم للشارع منذ العام الماضي ولحد الآن. هذا محل اهتمام مجلس الوزراء كان من أجل إيجاد فرص عمل لهؤلاء. لذلك مجلس الوزراء اليوم استمع إلى مقترح وطلب وزارة التعليم العالي وأقر هذا المقترح الذي سيستوعب حسب وزير التعليم العالي أكثر من 2500 شاب وشابة من حملة الشهادات العليا. هذا الاستيعاب راح يكون من خلال الجامعات والمعاهد الأهلية. وخليني أتلو على حضراتكم صيغة القرار اللي أقر مجلس الوزراء بهالخصوص. أولا، الموافقة على تعديل المادة 6(2)(ب) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 3 لسنة 2019، وبحسب الآتي: تدقيق الملاك ومحاضر التعيينات في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، ومدى مراعاة نسبة التدريسيين إلى الطلبة لتحقيق النسب العالمية للتدريسيين مقابل الطلبة. وهنا لكل اختصاص هذا المعيار، وهذه النسبة لكل اختصاص ولكل تخصصات أكو نسبة معينة. اللي أقر اليوم أن تكون هذه النسبة للتخصصات الطبية نسبة 12 إلى 1، تدريسي واحد 12 طالب. التخصصات الهندسية والعلمية بنسبة 1 إلى 20. التخصصات الإنسانية نسبة 1 إلى 30. هذا سيستوعب بحدود 2500 حامل لشهادة عليا. ثانيا، إلزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بعدم زيادة نسبة المتقاعدين والاستفادة من الملاك الكلي للتدريسيين على الملاك. هناك ظاهرة واضحة أنه بحثا من هذه الجامعات والكليات عن الرصانة العلمية تلجأ إلى أساتذة وتدريسيين متقاعدين من الأسماء الكبيرة المعروفة، وبلدنا مليان بالكثير من هؤلاء تلجأ لهم. وهنا إلزام للجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بعدم زيادة نسبة المتقاعدين الاستفادة من الملاك الكلي للتدريسيين على الملاك. مشروع آخر أيضا أقر مجلس الوزراء وهو في غاية الأهمية، وهو مشروع تشغيل شباب. هناك منحة من البنك المركزي العراقي ب 700 مليار دينار عراقي توزع على المصارف الأهلية وفقالية معينة، وهذه المصارف الأهلية تقدم قروض للشباب من أجل فتح مشاريع تحاول أولا تحريك الاقتصاد ثم القضاء على قدر الإمكان تقليل من نسبة البطالة وخلق فرص عمل. نص القرار اللي يخص هذا الموضوع هو الموافقة على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب من خلال الاستفادة من الدليل الاسترشادي الذي أعدته وزارة التخطيط. وزارة التخطيط
أعدد دليل استرشادي من وخل أسمي بالآلية اللي ممكن أن ينفذ بها هذا القرار كي يؤتي ثماره ويؤتي أكله. ومثل ما ذكرت أنه هناك مبلغ ب 700 مليار أعطى إلى المصارف الأهلية ووزع على المصارف الأهلية من أجل تأمين هذا الجانب. طبعا جائحة كورونا بالتأكيد وكالعادة وفي كل جلسة يستمع مجلس الوزراء إلى تفصيل من السيد وزير الصحة حول الوضع الحالي للجائحة، التحديات اللي تواجه الدولة والمجتمع، وأعيد استذكار ما حصل يوم أمس من قرارات مهمة للجنة الصحة والسلامة الوطنية، حيث كما تعلمون تم قرار فتح المطاعم، زيادة نسبة الموظفين ودوام الموظفين إلى 50%، استئناف الأنشطة الرياضية. هذا لم يأتي اعتباطا. هذه الجائحة التي ألمت بالبشرية عموما وتوقفت فيها الحياة الاقتصادية، هذا كان محل نظر سواء للجنة يوم أمس، لجنة الصحة والسلامة، أو لمجلس الوزراء هذا اليوم، واتخذت هكذا قرارات من أجل استئناف الحياة والعودة للحياة الطبيعية، وهي مؤشر اطمئنان رغم الأعداد المتزايدة للإصابات التي يرافقها أيضا أعداد متزايدة بعدد المتشافين من هذه الجائحة. وبالأمس اللجنة استمعت إلى رأي منظمة الصحة العالمية من خلال ممثلها، وأعطى رأيا مطمئنا رغم ازدياد الأعداد. هنا أيضا السيد رئيس الوزراء وجه السيد وزير الصحة بالتواصل مع نظرائه في الدول المتوقع أن يكون عدد الزائرين في الزيارة الأربعينية عدد كبير، وجه بالتواصل عبر الدوائر التلفزيونية مع نظراء في هذه الدول من أجل أن تأخذ هذه الدول احتياطاتها فيما يخص توعية مواطنيها الذين سيقدمون إلى العراق بمناسبة الزيارة الأربعينية. أنا على استعداد الآن للاستماع إلى أسئلتكم. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم سلمان جيت الزهراء. أهلا وسهلا. كما تعلمون هناك دعوات متواصلة برلمانية لاستضافة رئيس الحكومة ومساءلته على فترة توليه. يا ترى هل في جعبة الحكومة حجة كافية للرد على ذلك؟ هذه الحكومة ملتزمة بالدستور، وهي تحترم حق مجلس النواب في الاستضافة، وهذا قد يكون من أهم ملامح والعناصر قوة هذه الحكومة هو التزامها بالدستور. ورئيس الوزراء والحكومة وأي وزير في هذه الحكومة مستعد لتلبية أي طلب دستوري وقانوني يصدر مجلس النواب بهذا الخصوص. السلام عليكم أستاذ أحمد، سجاد الموسوي من العراقية الإخبارية، وأيضا سؤال وكالة الأنباء العراقية. هل هناك تحرك يعني جدي من قبل القوات الأمنية بعد التحركات السابقة على الحد من الضربات الصاروخية أو الهجمات الصاروخية على منشآت حيوية وكذلك مناطق حساسة في العاصمة؟ والشق الثاني أيضا من سؤال أستاذ أحمد، موازنة 2020 هل تتضمن معالجة المتعاقدين وفق قرار 315-337 لا سيما وأن أعدادهم تبلغ بالأربعمائة ألف في مختلف الدوائر وهم حاليا بدون مرتبات؟ شكرا جزيلا وآسف على الإطالة. خلي أبدي بسؤالك الثاني، ما تحدثت به سيحاول تغطية جزء كبير منه في موازنة 21 اللي تقريبا جاهزة، والوزارات ممكن قد كثير من الوزارات قد أكملتها. وزارة المالية تعكف على إتمام مشروع القانون. هذا ما تحدثت به قد يعالج في موازنة 21، موازنة الاتحادية. أما هذه الموازنة فكما ذكرت هي لوضع الإطار القانوني للموضوع الإنفاق، رغم أن الإطار القانوني كان موجود
وتهيئة موازنة للأشهر المتبقية. نجي على سؤالك الأول، كل الخروقات الأمنية الموجودة فيما يتعلق باللي ذكرته، موضوع الإطلاق الصواريخ، هي متابعة وهناك معلومات استخباراتية موجودة عند الأجهزة الأمنية، وهناك إجراءات تتخذ سواء فيما يخص مطلقي هذه الصواريخ أو بعض الجهات الداعمة لهؤلاء المطلقين، وقد نسمع خلال الأيام القادمة عن بعض التفاصيل عن بعض الحالات اللي حصلت مؤخرا. هذه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ساهرة ومتابعة، وقد لاحظتم أن هناك بعض الحالات إطلاق صاروخ واحد لكن سريعا الأجهزة الأمنية تكون في مكان الإطلاق، هناك عدة صواريخ أخرى لم تستطع هذه الجهات الإرهابية إطلاقها خوفا من تحديد موقعهم سريعا، وخوفا رغم سهولتها، وأنتم تعلمون كم هي سهل بإمكان من سيارة متحركة أن تطلق الصواريخ، لكن جهد الأجهزة الأمنية منع كثيرا إطلاق العديد من هذه الصواريخ والتي أطلقت. هناك متابعة حثيثة من هذه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للتوصل إلى حقيقة مطلقي هذه الصواريخ والجهات الداعمة له. السلام عليكم. عليكم السلام. وليد الجبوري، وكالة قلم الأبيض. أهلا وسهلا. في الأسبوع الماضي وهذا اليوم وصل وفد من حكومة الإقليم للتفاوض حول موازنة الإقليم من الموازنة العامة. هل ستوصل الحكومة المركزية بالنسبة معينة لموازنة الإقليم أم هناك أمر آخر فيما يخص الرواتب والديون المترتبة على الإقليم والبالغة حسب تقارير ديوان الرقابة المالية هي 128 مليار دولار؟ من جهة أخرى، ما هو مصير أموال النفط الذي يتم تصديره من قبل الإقليم وحسب إحصائياتهم 650 ألف برميل يوميا عدا أموال المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب؟ شكرا جزيلا. أعيدك إلى الاتفاق الأخير الذي تم بين السيد رئيس الوزراء ورئيس وزراء الإقليم وبنود هذا الاتفاق. بالنتيجة مواطنين الكرد هم مسؤولين من هذه الدولة، وأنتم تعلمون كيف يعاني المواطنين في كردستان من شحة السيولة المالية بسبب توقف الرواتب. لكن رغم ذلك عندما أرسلت الحكومة هذه الأموال إحساسا منها بحاجة المواطنين في كردستان إلى هذه الأموال، كان لزاما عليها أن وفق هذا الاتفاق اللي أشرت له أن تضع الشروط والبنود التي تلزم الإقليم بالالتزام بالدستور والالتزام بالإيفاء بالتزاماته من خلال موضوع النفط، موضوع الموارد الأخرى فيما يخص المنافذ الحدودية. هذا اتفاق مرحلي لحين إقرار موازنة 2021، وسينقل تقريبا هذا الاتفاق إلى الموازنة، ستحل بالحوار وبالتواصل الدائم، وهذا اللي اتفقوا عليه السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس حكومة الإقليم، استمرار الحوار من أجل حل كل العوائق وأن تفي كل جهة بالتزاماتها الدستورية المتقابلة، وسيكون الدستور هو السقف لهذه الاتفاقات. السلام عليكم. أحمد ليث، مراسل قناة الطريقة الفضائية. أستاذ أحمد، اليوم الإعلام الكويتي يقول بأن خور عبد الله هو ملك للكويت باتفاق مسبق مع رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي، وربما هذا الأمر سيكون أشبه بالحصار البحري الاقتصادي على موانئ العراق المهمة التي تحتاج إرادتها بالدرجة الأساسية على الممرات أو الطرق المائية التابعة لها في خور عبد الله. هناك مبدأ تسير عليه هذه الحكومة ولن تتنازل عن هذا المبدأ، لن تفرط بحق العراق، لكن بالحوار بالتفاهم وفق المواثيق الدولية. دولة الكويت دولة جارة وشقيقة ولدينا العديد من المصالح المشتركة، وفق مبدأ عدم تفريط هذه الحكومة بأي حق تثبت الوثائق الدولية، سيتم التفاهم والتواصل والتباحث مع
الدولة الجارة الشقيقة الكويت، وسيتم تحديد حق الكويت وحق العراق فيما يخص موضوع الحدود، فيما يخص موضوع خور عبد الله، فيما يخص موضوع الموانئ، فيما يخص المياه الإقليمية. كل هذا لن تفرط به الحكومة وفق المواثيق الدولية المعروفة، مع الاعتزاز والاحترام للدولة الشقيقة الجارة دولة الكويت، وحرص العراق على التواصل مع جميع دول المنطقة وجميع دول العالم وفق مبدأ المصالح المشتركة دون التعدي على الحقوق، ومع احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. شكرا. استاذ احمد، تفضل. الحمد لله على سلامتك. شكرا. من الوعكة الصحية اللي ألمت بيك. شكرا. ان شاء الله صحة وعافية. شكرا. أسأل حضرتك عن الحملة الأمنية اللي تجري في البصرة، قوات الأمنية العراقية تحت شعار حصر سلاح بيد الدولة، عدم السماح للسلاح المنفلت. هل هذه الحملة ستكون فقط مستهدفة العشائر العراقية كما قيل، أم أنها ستستهدف أطراف أخرى وفصائل أخرى مسلحة؟ نعلم وتحدثت قبل قليل حضرتك وزميلي أيضا عن أطراف مسلحة أيضا تمتلك السلاح وهي تقوم بعمليات مسلحة بين فترة أخرى. هل هذه العملية ستكون مقتصرة فقط على العشائر، أم أنها ستطال كل الأطراف الأخرى التي تمتلك سلاح خارج سلطة الدولة؟ شكرا. دعنا ابتداء نتفق على قضية أساسية، أن القضية ليست سهلة بل هي معقدة، هي نتاج لسبعة عشر عام من تعقيد سياسي داخلي وخارجي، هي نتاج لضعف الدولة طيلة السبعة عشر عام. إذن هي قضية معقدة، لكن ما أستطيع أن أؤكده، نحن جادون بهذه القضية، وهناك خطوات وإجراءات بدأت في البصرة، طبعا لا هي غير موجهة إلى عشائرنا الكريمة، هي موجهة إلى معنى السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة، وهذا إطار واسع وعام يشمل ما نسمعه من أعمال عنف تقوم بها بعض العشائر بسبب خلافات، وتشمل أيضا أفق أوسع بدأت في البصرة وممكن في مناطق أخرى تبدأ، هي إجراءات تدريجية محسوبة من أجل عدم خلق أي حالة من عدم الاستقرار. هدف هذه الحكومة أن تتم هذه العملية بهدوء وعدم جر الأطراف العراقية إلى أي نوع من أنواع الصراع، وهناك مسار سياسي أيضا إلى جانب هذه الإجراءات الحكومية قد يساعد هذا المسار السياسي في حل هذه المعضلة المعقدة والكبيرة اللي أشرت لها. أشكركم مرة ثانية، أشوفكم إن شاء الله في مناسبة أخرى.